والواقف بتفتح الباب بالسيجاره. انا قلت امي هتعلقنا وهتخلينا نمسح البلاط زي الحريم. اصل بصراحه شكلنا كان زباله قوي. شكلك انت يا اخويا الزباله. انا مالي انا ماليش فيه. انت شربت ايه؟ كرتونتين بيره على ازازتين ويسكي على قرشين حشيش. ادي عيب الدماغ الخفيفه. ده على اساس ان انت كنت فايق قوي وما اتدلقتش زي حالاتي. يا راجل ده انت اللي موصلني لحد باب اوضتك بايديك. اعمل ايه؟ ما انت سبتني تايه في الطرق مش عارف اروح فين لحد ما دخلت اوضتك. لا ومراتك، مراتك دي ايه؟ يا ساتر ده كانت هتاكلني يا راجل. امال لو كانت بتتكلم كانت عملت فيها ايه؟ ربك بيسترها مع الغلابه اللي زينا. اهو ما سترهاش المره دي. صباح الفل يا حاجه. صباح الفل يا حاجه. بالذمه ما انتوش مكسوفين من نفسكم؟ وكمان بتضحكوا؟ دي عامله تعملوها؟ معلش يا حاجه يعني ما فيهاش حاجه من الواحد دماغه تلف شويه. يعني هو الظاهر ان احنا كده تقلنا في السهر حبه. إذا كان خالك كبر ودماغه بتلف من كاس ولا من حجرين. والله حتما انت لازم عينيك تبقى في وسط راسك. ده احنا املنا في ربنا وفيك، ما احناش حمل ضربه تانيه. معلش يا حاجه ما تكبريش الموضوع كده. ايه المشكله يعني؟ الخال وسكر وهيس ودماغه راحت منه. ده الخال اللي هيس على ده. انت بظبط نفسك يعني؟ انت ده انت كنت صعبان عليا والله. اسمعوني كويس وبلاش رغي. حفله العمروتي حتما لازم تستغلوها، ولازم توصلوا معاه لاتفاق على شغل جديد، فاهمين؟ واحنا معانا قرشين كويسين. طمني، العمروتي حبيبني وحاططني في دماغه وشاريني على الاخر. النوح مش هيسكت، هيفضل يحرجم كده لغايه ما يضرب مفك في محبته ليك. اوعى تديله الفرصه دي. النوح جه لغايه عندك هنا يا حاجه، جه وقدم فروض الولاء والطاعه، معنى كده ان هو مسلم. النوح ده تعبان، يفضل لابد في الجحر لغايه ما يبخ سمه ويلدغ لدغته. اوعى تديله الامان يا ابو سني. كل سم وليه ترياق يا حاجه، ويتوب علينا ربنا.